نادي شارقة للسيارات القديمة يقوم وبالتعاون مع إدارة المرور باعتماد ترخيص وتسجيل المركبات القديمة، حيث يتم فحصها في ورشة النادي للتأكد من توافر المعايير المطلوبة. التقرير التالي يوضح آلية العمل والإجراءات التي يقوم بها صاحب المركبة لإتمام عملية التسجيل. عالم من أزمان مضت وتاريخ له عجلات، وناقلة الزوار إلى حكايات تخفيها هذه السيارات التي تحمل في داخلها جزءا من كل راكب عاش معها. فنادي الشارقة للسيارات القديمة يهدف إلى جمع مقتنيي وعشاق السيارات القديمة تحت سقف واحد. نادي الشارقة للسيارات القديمة تأسس في 6 مارس 2008 بأمر من صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، ولله الحمد هو هذا النادي الأول في المنطقة ولا يوجد له مثيل لغاية الآن. يعني أن النادي يعتني بالسيارات القديمة من الألف إلى الياء. عدد السيارات المشاركة أو الأعضاء، سيارات الأعضاء مش الأشخاص، السيارات تقريبا تصل 1700 سيارة مسجلة تقريبا وقد تزيد. يشمل النادي على أهم خدمات ترخيص وتسجيل السيارات القديمة وإعطائها أرقاما خاصة بها تشير إلى أنها قديمة، هذا إلى جانب خدمة الكشف على سلامة السيارات القديمة، حيث أن الإجراءات الاعتيادية قد تلحق الضرر بالسيارات القديمة. نقوم بإجراءات الفحص، بعد ما نجحت السيارة في الفحص نقوم بإجراءات التسجيل، هي طبع ورقة التسجيل وتكون مكتوب إنه هذه السيارة ناجحة للسير والمرور، ونعمل الإجراءات الباقية اللي هي التأمين، ولكن لازم يكون اللي يسجل السيارة عنده عضوية داخل النادي. إحدى المشكلات التي تم التخلص منها بوجود النادي هو وجود ورش تصليح وصيانة السيارات القديمة، فعادة ما يواجه مقتنو السيارات القديمة مشكلة التعامل مع ورش تصليح السيارات المنتشرة في المناطق الصناعية، ويقتصر تخصصهم على إصلاح وتشغيل السيارات، ما قد يتطلب تبديل قطع الغيار بأخرى جديدة، وهو الأمر المرفوض تماماً مع السيارات القديمة التي تخسر الكثير من قيمتها بمجرد القيام بذلك. تاريخ على عجلات تجدونها هنا في نادي الشارقة للسيارات القديمة. لأخبار الدار لمياء المازمي من الشارقة.